رأس المال البشري والمخزون المعرفي لأي مجتمع إنساني في كل زمان ومكان هو الأرضية الصلبة والداعم الحقيقي لأي عملية تنموية شاملة لكافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. ولعل التجارب الدولية أثبتت على مر السنوات وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية أن البشر أهم من الحجر والذهب والأموال، وخير شاهد على ذلك التجربة اليابانية والتجربة الألمانية، وقد تتالت الاستراتيجيات التنموية الناجحة التي اتبعتها العديد من الدول النامية والتي اعتمدت بشكل أساسي على تطوير قدرات الإنسان وزيادة مخزونه المعرفي. أكدنا وباتفاق جميع الأكاديميين والمختصين على تميز وتفرد القدرات البشرية السورية والتي اعتمدت عليها الكثير من دول المهجر لدعم قطاعاتها الصناعية والإنتاجية. ونحن اليوم أمام ضخامة المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السوري، وبنظرة الاقتصادي المختص والعين التحليلية المنهجية نرى أن كل الطروحات الداخلية والخارجية الحكومية والخاصة مهما اختلفت مدخلاتها ومخرجاتها فإن محورها الأساسي هو العنصر البشري السوري، ولكن المشكلة الأساسية تتمحور في عدم وجود سياسات واستراتيجيات واضحة لتطوير وموائمة القدرات البشرية السورية مع احتياجات مرحلة التنمية الشاملة وإعادة الإعمار في سوريا، وأيضاً عدم وضع أسس توطين ونقل وإدارة المعرفة الاقتصادية في سوريا، وهي المعادلة التي استطاعت الدول الغربية المستقبلة للشباب السوري حلها وفهم هذه القدرات البشرية بشكل صحيح وكيفية توظيفها بطاقاتها المثلى. وللحديث عن آليات تطوير القدرات البشرية ورأس المال الفكري وإدارة وتوطين عمليات المعرفة في سوريا وربطها باحتياجات سوق العمل التنموية الحالية والمستقبلية، معنا في الاستوديو الأستاذ فراس نبهان معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير. مساء النور. ومعنا أيضا الدكتور منير عباس رئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية، أهلا بك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد مساكم. ومساك. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، نبدأ الحوار ولكن بعد هذا الفاصل.